السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، أخباركم؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير وصحة وسعادة دايما إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، رمضان على الأبواب زي ما بيقولوا كده هنا في مصر. كل عام وأنتم جميعا بألف خير وصحة وسعادة دايما بإذن الله، وإن شاء الله يعود علينا وعليكم الأيام بخير بإذن الله. حابب قبل ما أتكلم في أي حاجة أقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حابب أشكر كل الناس اللي سألت عليا في الفترة دي، أنا عارف إن أنا غبت عليكم أزيد من 15 يوم ولا داخل في 20 يوم كمان، غبت عليكم فترة طويلة، فحققوا عليا وبعتذر لكم طبعا على كل الفترة دي. وحابب برضو أشكر كل إخواتي وأخواتي اللي سألوا عليا، كتر ألف خيركم وجزاكم الله خيرا، ربنا ما يحرمني منكم إن شاء الله، اللهم امين. فطبعا زي ما غبت عنكم قبل كده، معايا فيديو المغتربه في فرنسا، وهذا كان اخر فيديو ليا، برضه هرجع ومعايا فيديو المغتربه في فرنسا. بس طبعا قبل ما نعمل اي حاجه، ما تنسوش باللايك والشير والاشتراك في القناه، وعلى بركه الله نبدا. ومغتربه في فرنسا واخر فيديو ليها، وهي بتزين بيتها بمناسبه شهر رمضان طبعا، والزينه دي معروفه في مصر، اي او مين، مش في مصر بس، ويمكن في الوطن العربي كل الناس بتحتفل بشهر رمضان، شهر الصيام، شهر الخير والبركه دايما. ففي ناس كتير قوي بتحتفل بالشهر ده بالزينه، تظبيط البيت، ترويق، وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها، وبيبقى ليها طعم تاني وطعم خاص زي ما احنا عارفين. طبعا الناس اللي بتقولي طب انت كنت فين الفتره دي كلها؟ والله انا غصب عني كنت، عشان في توضيبات في المنطقة ودمار شامل للأرض والبنية التحتية زي ما بيقولوا، فالنت فاصل عندي بقاله فترة طويلة، لا عارف أخبار ولا بتابع أي أخبار ولا عارف أعمل أي حاجة. آخر ما تعبت خالص، مفيش قدامي غير إن أنا نجدد باكت النت، لكن عشان أنزل من الباقة نفسها بتاعة النت بتسحب كتير أوي أوي، لكن الواي فاي يعني كان بيوفر معايا شوية، لكن عن طريق اللي هي النت بتاع الهاتف ده بيسحب كتير. بس انا برضو حابب ان انا اطلع، لان مش هينفع ان احنا هنقضيها كده، انا بقالنا 20 يوم ما نزلناش فيديوهات، فكفايه بقى نتوكل بقى على الله بقى كده ونسترجع، وربنا يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله. طبعا زي ما قلت لكم، خرجت علينا مدام هناء ومغتربه في فرنسا بزينه في البيت، وعماله بقى بتزين بيتها، وزي ما قلت لكم رمضان مبارك عليكم ان شاء الله. طبعا وبتكلمت عن استعدادها للسفر، هتسافر في مصر طبعا، هتقضي حوالي في حدود 15 يوم في مصر في رمضان، 15 يوم في مصر، وهترجع لبناتها ال 15 يوم التانيين. ست بقى بتعدل يا جماعه بقى، 15 هنا و15 هنا. طبعا طلعت في الفيديو بتاعها وكانت عماله بتدعي وبتقول للناس ادعوا كتير في رمضان، وادعوا واستغفروا استغفروا ربنا كده من كل الذنوب، واستغفروا ربنا على اي حاجه، يعني بتدعي للاستغفار عامه. ناس كتيره بقى يطلعوا، انت هتعملي لنا فيها شيخه، انت هتطلعي تعملي لنا فيها داعيه، هتطلعي تتكلمي وتعملي، ما هو ده الكلام اللي هيتقال عشان نبقى احنا فاهمين. يعني هي بتتكلم على نيتها وبتتكلم بحسن نيه ومفيش ادنى مشكله، لان نفسه ربنا قال ايه؟ فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، فواحده بتذكر فمفيش ادنى مشكله. لكن هيطلع الناس اللي تقول لك ايه؟ ايه ده؟ انت هتعملي لنا فيها داعيه؟ هتعملي لنا فيها شيخه؟ الكلام اللي احنا عارفينه دايما وبيتقال. لا ده انت هتسمعوا حاجات غريبه. طبعا اتكلمت في نقطه مهمه جدا جدا، برضه حابب ان انا والله كاتب لكم الحاجات دي كلها، اتكلمت في نقطه مهمه جدا جدا، قلت لكم ابعدوا عن القنوات اللي بتسب الاعراض، ده كلام منطقي. وانا اوافق الراي فيه، ابعدوا عن اي قنوات فيها سباب. ابعدوا، لان انت نفسك لما بتسمع سب انت بتشارك بودانك فيه، لما بتشوف بعينك منكر وما قدرتش تغيره انت بتشارك فيه. من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلساني، فان لم يستطع فبقلبي، وذلك اضعف الايمان. يعني تغير المنكر بايدك او بلسانك او بقلبك، وده اضعف الايمان بقى، اللي خلاص مفيش امل انك تعمله. لكن ان انت تشوف اي سب واي يعني عايز اقول لك ايه، بناكل لحم بعض كده، ده حرام، ابعدوا عنه في رمضان. اي شتيمه، اي سب، اي انتهاك لحرمات الله، ابعدوا عنه، محدش يتفرج على حاجه زي كده. وانا اوافق رايي في نقطه زي كده، الناس اللي بتسب تتقي الله شويه، في مش هنفضل نقضي فيديوهاتنا على سباب واعراض، يعني نتقي الله شويه. طبعا ما بخصش قناه بعينها، انا بتكلم على الكل قولا واحدا، انا بتكلم عن الكل، عايز الكل كده، ربنا يصلح حالنا وحالكم.
طبعا زي ما بقول لكم اتكلمت على موضوع السباب ده وقالت انها تبعده عنه. طبعا طلعت واتكلمت برضو غلطت في نقطة مهمة جدا جدا، يعني انا برضو حابب ان انا اتكلم معاكم في النقطة اللي هي غلطت فيها. طلعت وبتقول لك انتوا بتشككوا فيا واللي بيتكلم عليا، وزي ما انا اتألمت تتألموا، ده اكبر غلط، ده اكبر غلط يا مدام هنية. ما ينفعش ان يطلع منك حاجة زي كده، انت ست وناس كتيرة بيتابعوك وناس كتيرة بيحبوكي، ما تقوليش كده، ما تقوليش محدش بيشكك فيكي. ولو كان في حد بيشمت في تعبك او في مرضك او في اي حاجه بتحصل لك، ربنا يهديهم. انا عارف ان انت اتعرضت كتير واتبهدلت كتير، ويعني عايز اقول لك بصي اتكل على، يعني على مش عارف اقولها لك ازاي، اتكل كتير قوي على حسك، وكتير خد في عرضك، وكتير اتقال عليك كلام كتير، لكن ادعي ان ربنا يهدي. لكن ما تقوليش بقى زي ما اتقلمت انا تتقلموا انتوا، زي مش عارف، ما تدعيش على حد، انت لسه بتذكري الناس بالخير، فما تدعيش على حد. ربنا يصلح حالنا وحالك، واللي فيها يجي فيه. كلام ما كانش ينفع انه يتقال اصلا. طبعا زي ما بقول لك كده، عايز اقول لك اصبري واحتسبي دايما، يعني الصبر والاحتساب عند ربنا في كل اللي بيحصل لك ده، اصبري واحتسبي، وربنا هيعوض عليكي دايما بكل خير. ادعي الناس بالهداية، ادعي ان ربنا يهدي كل الناس، حتى لاعدائك اللي انت عارفهم ان هم اعدائك، اللي مش سايبينك ليل ولا نهار وعاملين بيتكلم، ادعي ان ربنا يهدي. ربنا قادر على كل شيء. سبحان من يغير الحال الى حال. ربنا بيغير كل يوم من هو في شأن، ربنا بيغير كل شيء بايده. طبعا بعض المتابعين اتكلموا معاكي وافهموكي ان بلاش تتكلمي في حياتك الخاصه، ودي احنا كلنا اتكلمنا فيها النقطة دي، وان بلاش تتكلمي في حياتك الخاصة الا انك انت مصممة ومش هتسكتي الا لما لازم تفضلي تتكلمي، ويحصل مشاكل كتير بسبب كلامك في حياتك الخاصة، ودي حاجة غلط. كتير قوي قالوا لك بلاش تتكلمي في حياتك الخاصة امام الكاميرا، لكن انت برضو مصممة، وهقول لك مصممة ليه، لان برضو في حاجات كتير. طبعا مش كل اسرارك لازم تطلع والناس تعرفها، انا عارف ان انت ما بتخبيش عليهم، لكن في نفس الوقت في حاجات برضو ما ينفعش انها تتقال. مش كل حاجة نطلع نعملها، استمر في المحتوى اللي انت بتقدميه، نزلي الحاجة الكويسة، انت كل يوم في تقدم ودي حاجة كويسة، لكن بلاش كل حاجة خاصة بيك انت او حياتك الخاصة تطلعيها على الملأ. كلنا بنطلع حاجات، المشكلة يعني مثلا حد عنده، بالذات في قنوات اللي هي بتبقى زي حضرتك كده، قناة كويسة، قناة في حاجات لازم تتكلمي عنها، بس مش كل حاجة. في حاجات كده لازم نعمل عندها كنترول شوية. واستمر زي ما بقولك في الحاجات اللي انت بتقدميها، برضو بتقدمي محتوى جميل جدا ومحتوى كويس، واستمر فيه. طبعا طبعا شكرت لبعض القنوات، طبعا زي يوميات ام فياض من القنوات الجميله جدا جدا وانا بعزها، ربنا يصلح حالها. شكرت في قنوات مغتربه في المانيا، الاخت ندى برضو من القنوات الجميله جدا جدا، اللي انا بجد حزنت ان انا بقالي فتره طويله مش عارف اتابع اي حد، ودي حاجه برضو كانت محزناني جدا جدا. من القنوات يعني في قنوات كتير قوي ما قدرتش انها تتكلم عنها الا ان ذكرت حاجه، بس دي حاجه كويسه انها تذكر بعض القنوات اللي هي بتحبها، دي حاجه كويسه. طبعا بالنسبه لموضوع الاستاذ رضا، ودي بقى النقطه اللي انا بتكلم معاكي فيها بتاع الخاصه بالاسرار، اتكلمنا في حته ان انت كل حاجه بتعرضيها في حياتك الخاصه، حتى اللي بتطلبي من الاستاذ رضا، طب انت مش ناوي تقول لي بحبك، مش ناوي تقول وحشتيني، الكلام الرومانسي اللي احنا عارفينه كله، ان انت حابه انك تعيش حياه رومانسيه، لكن للاسف واللي حابه اللي انا حابب ان اتكلم معاك فيها، انت عايزه رومانسيه، استاذ رضا بيخاف يتعامل معاكي بطريقه الرومانسيه لسبب واحد جدا، خايف ان كل حاجه تتفتح على الملأ، وده مش صح. في بيوتنا لازم يكون في اسرار، اسرار ما بين الرجل ومراته، مش كل حاجه تتقال. بيقول لك بحبك، يقول لك وحشتيني، يقول لك اي حاجه تكتمي عليكي. خافي من الحسد، الحسد ما هو ورد، في ناس تانية محرومة من الحاجات دي، فخلي بالك من النقطة دي. فالرومانسية اللي انت عايزها احتفظي بيها، على الأقل هو يقدر يتكلم معاك ويقول لك كل اللي جواه وكل اللي في قلبه. طبعا اتكلمت في نقطة مهمة جدا جدا ومحدش خد باله منها، يمكن في حتة ان طالبة انه يعاملك كويس حتى لو بالتمثيل. ما ينفعش، ما ينفعش الزوجه تطلب من جوزها كده، كده بيدل ان مفيش ثقه، وده اكبر غلط. الثقه موجوده طول ما جوزك بيحبك، طول ما جوزك معادك على ذمته وهو بيحبك وعايزك وشريكي، فما ينفعش تقول له حتى لو بالتمثيل هو بيحبك، هو مش بيحبك كان ثابت من زمان.
فهو حته بالتمثيل، وهو وعدك انه مفيش حاجه اسمها تمثيل، هو بيحبك بالفعل، هو راجل زي ما قلت لكم، راجل فلاح اللي في قلبه على لسانه، هو مش محتاج ان هو يخبي ولا يحتاج ان هو يتكلم في حاجه زي كده. وزي ما هو قال لك ان شاء الله مش هيكون في تمثيل، يعني هو بيحبك. طبعا احنا جيت في نهايه الموضوع، طبعا يا رب يكون الموضوع عجبكم، ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه، وانتظروني في حلقه جديده. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.